مواكبة للتوجه الاقتصادي الرامي لترقية صادرات خارج المحروقات خاصة نحو البلدان الإفريقية، يرافق مجمع لوجي ترانس المتعاملين الاقتصاديين المصدرين لمنتجاتهم نحو هذه البلدان الإفريقية لا سيما موريتانيا، السنغال، النيجر وتونس من خلال ضمان نقل دولي لسلعهم، وذلك من خلال شحن مختلف سلع من 58 ولاية. لو نتحدث بلغة الأرقام، إلى يومنا هذا مجمع لوجي ترانس لقد نظم أكثر من 114 قافلة لأكثر من 115 متعامل اقتصادي، ونقلنا حوالي 69 ألف طن.